بعد انقطاع طويل منذ 2016 بسبب الأزمات التي ألمت بلبنان، انعقد مؤتمر الاقتصاد الاغترابي في دورته الثالثة في بيروت برعاية الرئيس نجيب ميقاتي. نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الوزارات المختصة ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. هذا المؤتمر انعقد بمشاركة عدد من الوزراء المختصين الذين ترأسوا الجلسات الخمس. وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أشار إلى أن المغتربين اللبنانيين قدموا ولا زالوا يقدمون كل الدعم للبنان، ويبقى على المسؤولين المعنيين أن يقدموا الخطط الاقتصادية والإصلاحية لملاقاتهم. اليوم لما بيقعد بنفس مثل ما بيقولوا الفعالية اللبناني اللي بعده عم يناضل بهذا البلد مع المغترب اللبناني اللي ناجح برا، هيدي لحالة كيمياء نحن بحاجة لها، كيمياء أمل، كيمياء وعد. نحن شفنا بالبانلز اللي كانوا جوا في كتار من المغتربين، كان واضح قديش هن طواقين للعودة للبنان، وكانوا صريحين بالوجع اللي هن فيه. ونحن قلنا انه جايبين معنا رسائل كتير ايجابية من الاغتراب وتحديدا من الدول العربية، واللي كانوا موجودين معنا معظمهم بالدول العربية، والدول العربية تعول على المغترب اللبناني بالباب الاول شو هو بده يعمل تجاه بلده كاستثمار كعودة. يعني مطلوب الثقة، وهيدا نحن بنعرف الثقة تكتسب، الثقة ما بتتقدم، وعنا شغل كتير. يعني اليوم اللي بدهم يعيدوا بناء لبنان، عم بحكي كسياسيين وكلبنانيين بعدهم موجودين بهالأرض، عنا شغل كتير لنحن نعيد الثقة، ما حدا حيقدم لنا إياها. بطليعتها بدنا نبلش نعكس جدية بإعادة المؤسسات الدستورية اللي هاي لازم تكون تحصيل حاصل، انتخاب رئيس، حكومة جديدة، ملء الفراغات كلها الأساسية، وعلى رأسها بقلك اللي كان مطلب واضح اليوم إعادة الاستقرار النقدي والمالي. سمعت اليوم أنه 6.2 مليار بالرسمي، بغير الرسمي هيك. أنا معلوماتي ودراستي بتقول 51% من الشعب اللبناني بيعيش على تحويلات المغتربين، فلنرحم لبنان ونرحم المغتربين اللبنانيين. وهيدا أنا بعتبر هيدا المؤتمر رسالة على الله يتلقفوها، خاصة الناس اللي عم بتعرقل موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، عم بتعرقل موضوع الحوار، عم بتعرقل المبادرات. مرات الغربة بتعلق الإنسان، بتعطيه حنين واندفاع قوي إلى الوطن، وبيحس حاله أقوى على أرضه من ما هو موجود بالبلاد الموجود فيها. فلذلك هذا حافز كتير مهم وعامل نفسي كتير مهم للمغترب ليتشجع على الاستثمار ببلده. هذا المؤتمر هو صرخة خدت الناس في لبنان يعرفوا انه اليوم شو ما هي مقدرات تعمس، ما هي المقدرات الغير محدودة للبنانيين، انه نحن ما بدنا نكون تعيسين وما بدنا نكون متشائمين وما بدنا نفقد الامل. نحن عندنا امكانيات هائلة، ولكن يجب ان نبني دولة، والدولة لا تبنى دولة طوائف. هذه المجموعة اللي عنا المافيات الطائفية ما قدرت تشكل دولة. نراهن على هؤلاء المغتربين اللي قادرين بلمحة بصر بسنة انه يرجعوا يعيدوا لبنان الى مكان، او يعيدوا او يصنعوا لبنان جديد. اسسنا من حوالي 35 سنة، من حوالي 30 سنة، مؤسسة اسمها هوم لتذكرنا بالوطن، الوطن الام والهوملاند. وأنا أستاذ في جامعة تكساس بأكبر مركز سرطاني، وأنا طبيب معالج، بس مع مجموعة من الأطباء اللبنانيين بعدين ضموا إلينا أطباء عرب لدعم الخدمات الطبية الخيرية في العالم العربي. المغتربون طالبوا القوى السياسية بالقيام بالإصلاحات المطلوبة لتوفير المناخ المناسب